حرصا على الالتزام والضبط والربط العسكري وتطبيق القانون وتنفيذا لتعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر شدد مدير إدارة السجون والشرطة العسكرية على كافة منتسبي الإدارة بالالتزام بالجمع الصباحي كل يوم طبور الجمع الصباحي لأفراد ومنتسبي الشرطة والسجون العسكرية والوحدات الواقعة في نطاقها يتم خلاله أداء الحركات العسكرية المتعارف عليها داخل نطاق المؤسسة العسكرية ويتم خلاله التأكيد على الالتزام بالقيافة داخل وحدات الشرطة والسجون العسكرية. الجمع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد العام الذي طالب جميع مؤسسات العسكرية بضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباطية والجاهزية العالية من خلال التدريبات المستمرة والالتزام بالجمع والضبط والربط.